السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بكاء شديد جدا جدا وانهيار للفنان محمد صبحي لحظة وصوله عزاء الفنانة سهير البابلي. اتكلم وقال كلمات مؤثرة جدا جدا، ان كل الحلوين بيموتوا، ان كل الطيبين بيموتوا، وكمان صرح عن اخر مكالمة بينه وبينها كانت بتقول له ايه. هنسمع وهنشوف اللي قالته ليه على لسانه طبعا، وكمان اخر مشاهد من الجنازة، ومين اللي حضر العزاء من الفنانين، وتغيب من بعض الفنانين الشباب طبعا. هنشوف مين اللي اتكلم ومين اللي راح. بصراحة كانت مشاهد مؤلمة وفي نفس الوقت مفرحة، خصوصا ان بنتها اكتر كلمة كانت على لسانها ان والدتها توفت وهي بتضحك وهي فرحانة، وان وشها كان جميل. وزوج بنتها قال بناء على امنيتها ورغبتها تم تغسيلها بماء زمزم، وحضرنا ماء الزمزم من قبل وفاتها. الله اعلم طبعا انها كانت هتتوفى امتى، ولكن حطيناه لما الاطباء قالوا ان الوضع غير مستقر وان ربنا يتولاها. في آخر ساعة قبل الوفاة تكاد كانت تكون معجزة، وده من كلام الأطباء، إنها قامت وتحركت وتوضت وصلت آخر ساعة، وقبل وفاتها اتشهدت أكتر من 10 مرات. ربنا يوعدنا يا رب بحسن الخاتمة أجمعين. كمان الفنانة سهير البابلي توفت عن عمري وناهي 86 عام. الفنان أحمد بدير قال إنها كانت ليها دور كبير قوي قوي في ظهوره، وإن هو يكون فنان ليه قيمة، لأنها طبعا بدايته كانت صغيرة لكنها نجمة ونجمة كبيرة. قال تعاملها محترم وتعاملها طيب. شفنا مشاهد كتير من الجنازة، وشفنا طبعا لحظة دفنها اللي الكل كان بيتكلم عليها، وإنها كانت لحظة تشع روح حلوة وريحة طيبة. الله أعلم طبعا، لكن كل اللي كانوا متواجدين في الجنازة قالوا هذا الكلام. مين بقى اللي لفت وجوده انتباه الجميع، وخصوصا انه طبعا هو مريض؟ الفنان محمد صبحي كلنا عارفين ان هو بيعاني من مرض الدوار. المرض ده على حسب معلوماتي ان هو بيخلي الواحد مش متزن، انه حتى لو هينزل لازم يكون معاه مرافق، انه ما ينفعش يسوق العربية. ربنا يعافي الناس كلها طبعا، ولكن هو اصر على حضور عزاء الفنانة سهير البابلي. قال كان نفسي اجي وادعها امام المستشفى وقبل خروجها، ولكن ما قدرتش، بس كان متواجد في العزاء وكان مع بنتها، وطبعا كان بيواسي بنتها ويقول لها ان والدتك مثال مشرف تفتخري بيه بعد وفاتها، لأنها فنانة محترمة وكانت تحترم المسرح وتحترم الفن، ولها دور كبير جدا جدا في علو المسرح في مصر، لأنها لا تقدم إسفاف ولكن كانت بتقدم أعمال محترمة. كشف عن آخر مكالمة بينه وبينها وقال إنها لذيذة زي ما هي، وكانت طيبة وكان كلامها جميل. دايما كانت بتدعي ان الفن يكون فن محترم وفن راقي، وليس بفن اسفاف او فن ابتذال زي ما احنا بنشوف دلوقتي. بكى طبعا لحظة تسليمه على بنتها، وقال اللي خلف ما ماتش. طبعا كلنا شفنا وجه الشبه الكبير قوي بين بنتها وحفيدتها، اكيد سهير البابلي فعلا ما ماتتش. قال انا متأثر وحزين لاننا فقدنا هرم من اهرامات مصر. ربنا يرحمها الفنانة الجميلة سهير البابلي، ويرحم طبعا يا رب يرحم موتانا جميعا. الفنان محمد صبحي ما كانش الوحيد في الحضور، الفنان احمد بدير وايضا طبعا اسعاد يونس وبعض الفنانين الشباب، ولكن ما كانش فيه يعني احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد عز والمجموعه اللي هي خلاص ما بقوش شباب، يعني هو جيل الوسط، ولكن بيتغيبوا دايما عن جنازات وحضور جنازه الفنانين الكبار، ما اعرفش ليه طبعا. بس الفنانه سهير البابلي رحمه الله عليها كانت بجد فنانه جميله وفنانه محترمه، وكلنا زعلنا عليها. وسبحان الله في نفس يوم وفاتها كانت وفاه الاعلاميه اسماء مصطفى، يا رب يرحمها، توفت في شباب ربنا يرحمه.